مرحبا بكم عائلة سميث في مقطع فيديو جديد على القناة. كما تعلمون أنه قد مرت قرابة الخمس أيام منذ تحميل الحلقة رقم 61 من مراحيض شكبيدي، وحتى الآن لم نرى أي تحديثات عن موعد نزول الحلقة القادمة أو ماذا سيحدث فيها. لذلك في هذه الحلقة سوف أحاول أن استنتج لكم ما قد يحدث في الحلقة القادمة، وذلك استنادا على ما شاهدناه في الحلقات السابقة، مثل هل سيعود عملاق السينما في الحلقة القادمة؟ أم سنرى عودة صديقنا القديم رجل الكاميرا النينجا؟ أو ربما ستحدث مواجهة بين مرحاض المختبر والمراحيض المتمردة؟ كل ذلك وأكثر في هذه الحلقة، لذلك احرصوا على المشاهدة حتى النهاية لكي لا تفوتكم أي من هذه النظريات والأسرار الغامضة. وأيضاً لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم تحليل الحلقة القادمة فور نزولها. وأخيراً ادعموا هذا الفيديو بلايك لكي يصل إلى أكبر عدد من المستخدمين. والآن دعونا نبدأ الحلقة على بركة الله. كما تدرون أن الحلقة 62 سوف تكون الحلقة الأخيرة في الموسم رقم 20 في السلسلة، لذلك من البديهي أن إحداثها سوف تكون مبنية على ما شاهدناه في الحلقتين رقم 60 و61. لذلك سوف نقوم بمراجعة سريعة للحلقتين واخبركم ببعض استنتاجات بعدها. ودعونا نبدأ بالحلقة رقم 60. وأهم أحداث هذه الحلقة هو أن هنالك بعض المراحيض قد تمردوا على جيمان، وكما أخبرتكم سابقا أن التمرد كان سببه فشل جيمان المستمر في التغلب على رجال الكاميرات، كما أنه سمح لرجال الكاميرات بتخليص عملاق رأس السماعة ومعالجته من الفطري، لذلك لم يعودوا يريدونه كقائد وتمردوا ضده، وكانوا على وشك القضاء عليه لولا ظهور مرحاض المختبر وإنقاذه منهم في الوهلة الأخيرة. ورأينا أنه قد قام بطرد المراحيض المتمرده من التحالف أيضا. لذلك استنادا على هذه الأحداث هنالك ثلاثة استنتاجات أساسية حول الحلقة القادمة. أولها هو أننا سوف نرى هذه المراحيض التي تمردت على جيمان قد قرروا الانضمام إلى تحالف رجال الكاميرات، وذلك لكي ينتقموا من جيمان هو ومرحاض المختبر على طردهم لهم. الاستنتاج الثاني هو أن مرحاض المختبر سوف يهجم على مختبر رجال الكاميرات برفقة جيش من المراحيض، وسيتقاتل ضد عملاق الكاميرا وعملاق رأس السماعة، ومن المرشح أنه سوف يهزمهم، وذلك ربما لأنه سيستخدم سماعات عملاق السينما التي قام بتطوير نفسه بها ضدهم. ولكن قبل أن يتمكن من القضاء عليهم سيظهر عملاق السينما ويقاتل مرحاض المختبر وينقذهم منه في اللحظة الأخيرة. ولا توقعوا أنه سيتمكن من القضاء على مرحاض المختبر، بل أظن أن مرحاض المختبر سوف يهرب، ولكنه سيعود الظهور مرة أخرى في حلقات قادمة. وقد توقعت مهاجمته لمختبر رجال الكاميرات استنادا على سيناريو عودة عملاق الكاميرا، فكما نذكر أن هناك مراحيض هاجمت المختبر وقد أتى عملاق الكاميرا وأنقذ الموقف في اللحظة الأخيرة، لذلك أتوقع سيناريو مماثلا لذلك في عودة عملاق السينما. الاستنتاج الثالث حول الحلقة 62 هو عودة رجل الكاميرا النينجا، ودافوك بصراحة لم يضع لنا أي مؤشرات واضحة تدل إلى عودته قريبا، ولكن ما نعلمه أيضا هو أنه قد مرت وقتا طويل على إصابته، وعادة ما تستغرق الشخصية الصغيرة وقتا أقل لإصلاحها مقارنة بالشخصيات الكبيرة، فربما قد تكتمل معالجته في الحلقة القادمة ويعاود الظهور. ولكن هل سيعود بمظهر جديد ومتطور مما كان عليه، أم سوف يتم إصلاحه فقط؟ أخبروني بنظرياتكم حول ذلك تحت في التعليقات. الآن دعونا نراجع أحداث الحلقة السابقة رقم 61 ونحاول أن نتوقع من خلالها أحداث الحلقة القادمة. أهم الأحداث التي صارت في الحلقة السابقة في رأيي الشخصي هو ظهور المرأة التلفاز وإنقاذها لرجل كاميرا التسجيل من المرحاض اليوتيوبر. هذا السيناريو يبدو مألوفا بعض الشيء. هل تتذكرون في الحلقة 49 عندما قامت المرأة التلفاز باحتضان رجل كاميرا التسجيل ونقلته معها إلى المختبر؟ وقتها رجل كاميرا التسجيل ذاك قد وقع في حب المرأة التلفاز وأصبح متيما بها، وهذا المشهد في الحلقة 61 يشبه إلى حد ما ذلك السيناريو. لذلك أظن أن رجل الكاميرا هذا ذو القميص الوردي سوف يقع أيضا في حب المرأة السماعة بسبب إنقاذها لحياته، ولكن لا نعلم إذا كانت سوف تبادل هو المشاعر أم أنها سوف تفعل به تماما مثل ما فعلت المرأة التلفاز برجل الكاميرا ذاك، وسنكتشف ذلك في الحلقة القادمة التي أظن أنها سوف تنزل ما بين 13 أو 14 من سبتمبر،
ولكي لا يفوتكم تحليل الحلقة فور نزولها، احرصوا على الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أخيراً لايك لهذا الفيديو وسلام عليكم.